هل أعددنا العدة لهذه الانتخابات؟ أنا سمحوا لي ما بقى لي ما نقول لكم بعد الذي رأيتم. إحنا عندنا واحد القناعة، الانتخابات الإخوان ماشي هي ميكانيزمات ديال الضبط ديال الإرهاب وديال الشراء ديال الدمام وديال الشراء ديال الأصوات ديال الشراء ديال المرشحين كما بلغنا عما وقع في هذه المراحل وديال الإخافة ديالهم. لا، احنا بالنسبة لنا الانتخابات هي استعداد بالنية ديال الله، بالنية بحال أي فلاح عادي ما تيعولش على شي حاجة خارقة للعادة، تيوجد الأرض، تيختار البذور، تيغرسها، تيحرط الأرض، تيغرس البذور، تيسقيها أو كينتظر الأمطار ديال الله سبحانه وتعالى كيدقيها، كيحاول عليها، وفي الأخر كيترجى الله. إحنا ما عندناش دليل بأننا غنكونوا إحنا الأولين، ما عندناش. لو كان عندنا نكونوا فرحانين بقلوب. ما عندناش دليل بأننا غنكونوا إحنا الأولين، ولكن إحنا الأولين كنستحقوا. ولا ما كناش حنا الاولين ماشي مشكل، لانه اللي علينا درناه. الان الاخوان الى حد اليوم قمتم بالذي عليكم، هنيئا لكم. اللي كيقول باللي هو غادي يكون هو الاول يعطينا شي سبب، يقول لنا علاش غيكون هو الاول؟ واش الميلاد ديالو المشبوه؟ واش الكون النهار الاول جا كبير بحال المصائب؟ كتعرفوا المصائب هي اللي كتجي كبيره النهار الاول، كتجي الموت والبراكين والزلازل والحرائق هي اللي كتبدا كبيره. اما الاشياء الطيبه كتبدا بشويه بشويه، الشجره كتبدا بشويه بشويه، والانسان كيتزاد صغير تيسبقوا بعدا شحال ديال الاشكاليات. ارى بعدا غير باش الراجل قال المراه المناسبه والمراه تلقى الراجل المناسب، ويبغيو الوالدين ويولدوا الوليات وما نعرف شنو الى اخره، ويكبروه ويقريوه، عاد كيولي واحد النهار كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. هكذا دارت العداله والتنميه. العداله والتنميه بدات بشويه بشويه من 88 وحنا كنحاولوا باش ندخلوا للحياه السياسيه، على ما جاب الله الدكتور الخطيب، على الى اخره، القصه كلها كتعرفوها، على ما وصلنا لهذا النهار اللي غطينا فيه الحمد لله جهدنا واللي وصلنا فيه باش نكونوا الثالثين. فإذا كان شي واحد غادي يسبقنا يقول لنا علاش، شنو دار لهذا الشعب المغربي منذ ميلاده المشبوه إلى اليوم؟ شنو دار؟ شنو حقق؟ شنو حقق في الجماعات؟ هؤلاء آبائي فأتني بأمثالهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. احنا ها العمل ديالنا، جيبوا لنا العمل ديالكم، ما كاينش. قولوا لنا باش غادي تفتخروا علينا، باش نقترحتيو على الحكومه كيفاش؟ ياك شحال هادي، ياك حتى الدور ديالكم الدستوري اللي هو المساءله ديال رئيس الحكومه عجزتم عنه، واللقاء الاخير ديال المساءله ديال رئيس الحكومه في مجلس المستشارين ما جيتيوش، ما قديتيوش، وخرتيوه اربعه المرات وفي الاخر لغيتيوه. كيخص الحكومه هي اللي تخاف من الاسئله، ولات المعارضة هي اللي كتخاف من الأسئلة، ما قادراش توضع الصوت، ما قادراش توضع السؤال، ما قادراش توضع السؤال كيفاش تقدر تجيب الجواب غدا. لا، ما في يديكمش، قولوا للمغاربة ما في يديناش، اعتذروا لهم بلا ما نتكلم على الآخرين، فهمتيني ولا لا؟ لا اللي كيدقدق راسو وخوتو، لا اللي بغى يجيب البحر الفاس وبغى يبني لهم لا تور ايفيل. وصلنا للهزال، وصلنا درنا الضحك في بعضياتنا، درنا الضحك في بلادنا، فهمتيني ولا؟ شحال حاولوا في هذه المده، كل واحد حاول بالوسائل ديالو. ها اللي دار المظاهرات جايب ليها الحمير، ها اللي جاب الناس شافهم هربوا ليه
ملي وصلوا للرباط مشاو كيتفسحوا مع ريوسهم، ربط شد عليهم في الملعب وخلاهم تما كيتشمشوا. كل واحد اش داير مهازيل تلو المهازيل، واش باغيين تغلبوا العداله والتنميه؟ انا نقول لكم كيفاش دير. قفضوا قفضوا